ليا مثل ما قلنا نحن بختام 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، قدر الإمكان بنحاول إنه كل مرأة تعرف حقوقها وكيف فيها تتوجه بالعدالة وتاخذ كل حقوقها، كيف أنصف القانون السوري المرأة ولأي درجة قدرت تحصل على جميع هي الحقوق، كيف تعدل القانون الأحوال الشخصية، كل هي الأسئلة رح يجاوبنا عنها الأستاذ أحمد دعبول. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك استاذ. يعني بالبدايه ومن خلال يمكن الحياه اليوميه ويعني يعني معرفه السيدات السوريات اليوم، لاي حد السيده السوريه بتعرف شو لها وشو عليها وشو هي حقوقها بالمجتمع؟ هلا بدايه نحن بالجمهوريه العربيه السوريه بتطور مستمر لضمان حقوق المراه بشكل امثل. بجوز بالنتيجة المجملة نحن ما يكون في عنا الضمان الكامل اللي هو ممكن نقارن فيه بالدول الأوروبية ودول، لكن أفضل بكثير من العديد من الدول. ونلاحظ نحن هالشيء هذا من خلال الدستور الجمهورية العربية السورية اللي مثلا بالمادة 23 منه اللي بتنص أنه الدولة توفر جميع الفرص للمرأة الممارسة المساهمة الفعالة في كافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والشيء الأهم اللي هو موجود فيها هي المادة اللي هي إزالة كافة العوائق التي تمنع تطورها. يعني أي شيء ممكن يكون سيسبب عائق أو مشكلة في سبيل أنه تحصل المرأة على حقها، الدولة بموجب الدستور اللي هو أعلى مرتبة من القانون حتى أنه بيكفل أنه ممارسة المرأة في جميع المناحي اقتصادية سياسية اجتماعية. المادة اللي بعتبر أنا من بالنسبة لي أهم لسه هي المادة 33 من الدستور اللي بتنص أنه جميع المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز جنس، أصل، دين، لغة. الجنس هو نحن نحكي بالنطاق هذا، انه المرأة عندنا بالجمهورية العربية السورية هي ممكن تتقلب كافة الوظائف، كافة المناصب، وسوريا كانت سبقة بهالموضوع هذا. في سوريا من عام 1949 منحت المرأة حق الانتخاب. عام 1950 ست سورية الحافظ ترشحت للبرلمان السوري رغم انه ما فازت، لكن كانت خطوة سباقة حتى سبقت فيها على العديد من الدول الأوروبية. لكن إذا بنجي نحن على التاريخ الحديث وخاصة العشر سنوات العجاف اللي كانوا علينا هدول وفيما قبل حتى كان في تطور مستمر للمرأة للحصول على حقوقها وضمانها، قد يكون ليس بالشكل الكامل أو الشكل الأفضل أو الشكل الأمثل بحياة ضمن مدينة أفلاطونية، لكن إلى حد ما كل ما نعم نتطور ونحن نسعى دائما خلال المشرع السوري والقيادة السورية أنه تحاول تنصف المرأة، تعطيها الحق الكامل اللي بيصون حقوقها. وهون في عبارة بشدد عليها، نحن ما بنقول مساواة دائما بين الرجل والمرأة، هي تكميل، الرجل بيكمل المرأة والمرأة بتكمل الرجل. بالتأكيد في مهام، في أعباء تقع على عاتق الرجل لا تقع على عاتق المرأة، وبالعكس اليوم كل المهام عم توقع على عاتق المرأة، بنشوفها هي اللي عم تحمل كل الهموم. وللأسف اليوم رغم هذا التطور أستاذ أحمد اللي عم نحكي عنه، نحن بعض المناطق لسه المرأة عم بتعاني من العنف، سواء من الزوج، من الأخ، من الأب. كثير عم نشوف مشاكل وأوقات المرأة بتسكت كرمال يمكن ما تكبر المشكلة. مثل ما نحن بنقول، كيف القانون بينصف هذا النوع من العنف اللي ممكن تتعرض له المرأة؟ شو أهمية اليوم المرأة إنه يكون عندها دراية إنه القانون رح ياخذ حقها بطريقة صح؟ هلا هون تتجلى عندنا أهمية القانون. بالنهاية نحن مجتمع شرقي تحكمه الأعراف والتقاليد إلى درجة كبيرة. لما بيجي القانون بيوضح للمرأة شو هي المزايا اللي تتمتع فيها، شو هي الشيء اللي بيكفلها إياه بالقانون. هلا بالنهاية القانون حد، لكن بالنهاية في مجرمين في عالم خارجين عن القانون رح يقوموا بهالشيء هذا، لكن القانون بيقول أنا منصفك بهالناحية هي، لكن في عالم خارج عن القانون أنا بكفل بمحاسبتهم. مثلا على سبيل المثال نحن فينا نتطرق لموضوع جريمة الشرف اللي هي كانت حسب قانون العقوبات عام 1949 أعطى المرتكب جريمة شرف عذر محل، عفا من كامل العقوبة. تمام. نحن نعتبره هذا التطور كان جريء وكبير جدا في القانون السوري. طرأ أول تعديل مثلا بالعام 2009 اللي وضع عقوبة لمرتكب جريمة الشرف كحد أقصى سنتين. العام 2011 كمان تم تعديله حتى صار من 5 سنوات إلى 7 سنوات لمرتكب جريمة الشرف. وكانت الخطوة الأكبر هي بالعام 2020 اللي تم إلغاء جريمة الشرف. مضل في عنا شيء اسمه جريمة شرف اللي بيتعاقب كأنه أي مرتكب أي جريمة، كأنه أي جريمة خلص كان في عذر مخفف، هون ألغى جريمة الشرف. هذا من لأنها تطور كتير كبير بهالموضوع هذا لمحاولة إنصاف المرأة، إضافة إلى بعض القوانين مثل قوانين الأحوال الشخصية اللي كمان أنصف المرأة بعدد من النواحي الثانية. تمام أستاذ أحمد، يعني بنشوف كتير من السيدات وما بعرف فرح إذا
يعني بتوافق هذا الشيء انه هن مغلوب على امرهم وما بيعرفوا لوين يلجأوا وبيخافوا يعينوا محامي او بيخافوا يتجهوا الى القانون لاخذ حقهم، ما بيعرفوا شو يعملوا، ما بيعرفوا لوين يتجهوا. خلينا نفسر اليوم اذا تعرضت المرأة الى عنف جسدي، نفسي، لفظي، ويعني في كثير انواع من العنف من قبل الزوج او من قبل الاب او من قبل الاخ، هي لوين تروح؟ شو تتجه؟ شو تعمل؟ انا برايي هلا نحن القانون مثل ما قلت بشو ما بيقول انها ضمنه بنسبه 100%، ضمنه الى حد خلينا نقول 70%، تمام؟ لكن مثل ما عم تفضلي حضرتك، نحن هون بنرجع للوازع في شخصية المرأة، إلى الثقة بالنفس. بالنهاية أنا أبي له حق علي، أخي له حق علي، زوجي له حق علي، مثل ما أنا لي حق عليه هون. لكن أنا أكون قادرة على الوصول إلى اتخاذ القرارات بشكل صحيح. أنا بحط أول شيء هي المراجعة والثقافة القانونية حتى تعرفي شو عم تشتغل بالقانون إلا أو عليها. أنا لما أنا عم بروح أتزوج من دون إرادة أهلي، هل أنا مرتكب فعل جرمي أم لا؟ لما أنا عم قوم بفعل من الأفعال، لما أنا عم أتوظف، لحد الآن بجوز في مناطق بتمنع وظيفة المرأة، قد يكون. طيب أنا لكن أضحى للجميع معروف إن المرأة ممكن وظيفة لا يشكل لها أي جرم يعاقب عليه القانون. وبس الوظيفة الدراسة ممنوعة. الدراسة في مناطق صح، الدراسة ممنوعة. المرأة هي بدها يعني تحرر نفسها. أنا دائما بقول كلمة، المرأة مجرد مطالبة الرجل بتحريرها أو تحررها خطأ، ما رح توصل. هي ممكن فعلا يصير هيك. المرأة هي بتحرر نفسها من خلال مطالبتها، الا اذا صار في اتفاق. ممكن اتفق هي انا برضائي بين زوج وزوجته، عمي انا ما بحب الوظيفه، مو حابب الوظيفه، حابب تكوني انا اميره بيتي. وافقت اوكي تمام، لكن ما يصير في اجبار، ما يصير في اجبار. والقانون هون حدد هالشيء هذا. يعني احنا عندنا المراه عم تتولى جميع الوظائف بالدوله، من منصب وزاري لمنصب قضائي، طبعا باستثناء القضاء الشرعي له وضع خاص، كافه مناصب بالجيش، بالامن، بالشرطه، لها مناصب. لهيك صار اطحى العالم جميع، وخاصه انه احنا عندنا القانون السوري عم بيساعد هالشيء هذا. المراه بس يكون عندها الثقافه والوعي القانوني اللي بيمكنها. طب كيف بينصف القانون؟ خلينا نحكي كيف، خلينا نعرف الموضوع. خلينا نعرف ان كان عنف، خلينا نحكي على العنف ان كان الجسدي او النفسي او الجنسي. اثبت هلا احنا هون طبعا في ممكن يكون عندنا اشياء كيديه او افتراءات من قبل المراه او من قبل الرجل. ممكن تصير المراه اذا كرمال قصه تفتري على واحد، انا زوجي ضربني عشان اتوظف، هون القانون لكن حدده، تراجع الجهه المختصه. خلينا نحكي احنا بصفه عامه، بصفه محدده، القانون موضوع تحرش نص عليه قانون العقوبات، موضوع اعتداء جنسي نص عليه قانون العقوبات، كافه الامور عمليه. القانون هو القانون الوضعي وضع لسد حاجات المجتمع بالطريقه المثلى. اي شيء ممكن تعرض له المراه فيها تلجأ له، وخاصة نحن القوانين دائما مثلا بدي اذكر على سبيل المثال، مثلا فيما سبق كان قانون الأحوال الشخصية في حال وفاة جد الأولاد قبل أبيهم بيورثوا، لكن البنات لا يورثوا إذا كانوا إناث. المادة 257 من قانون الأحوال الشخصية حتى البنات يرثون من جدهم بموجب الوصية الواجبة بالقانون السوري. يعني في كان تمييز والى الان يوجد تمييز، بعض التمييز كمان. مثلا لحد الان نحن عندنا الاطفال بالولايه على المال هي للاب ثم للجد العصبي مو للمراه، رغم انه تكون قد تكون الام هي اكثر اداره، اكثر يمكن اداره واكثر، بس هي الاحق اذا بدنا نحكي بالواقع. هلا في حاله ممكن هي تستلمها اذا قرر القاضي الشرعي انه هي الحاضنه لهم عم تحقق مصالح الاطفال اكثر من الجد العصبي، ممكن ينقلها الولايه على المال. ما بدي اقول انا تامة كان صار المساواة، لكن إلى حد كبير. لكن مثل ما سألتي حضرتك، نحن تلجأ القانون وبتعرف حقوقه وواجباته، هي الشيء الأساسي بضمنه. لكن أنا من وجهة نظر شخصية بعتبر القانون مع المرأة أكثر ما هو مع الرجل. أنا كمحامي لأنك رجل. لا أبدا. ليش أنا من طيب ليش نحن دائما عندنا هي الصورة يا فرح أنه نحن لأنه دائما بنشوف المرأة مظلومة؟ يمكن لأنها بتسكت. طب تسكت، هي جريمة مين؟ تماما فعلا هي. طب نحن كيف فينا نخليها انه انت لا تلجأ للقانون؟ انت القانون انا برايي دورات توعيه، كيف نعرفها؟ منتديات توعيه تعرف المراه بحقوقها وواجباتها بالشكل الامثل. انت لما حدا عم يتحرش فيك لا تسكتي، انت اذا حكيتي معك صرتي انت قليله شرف، للاسف عفوا يعني على الكلمه، لكن هيك المفهوم العام بيوزع عنا. انت حدا تحرش فيك روح اشتكي، انت القانون بياخذ لك حقك. انا هي النقطه اللي انا لما قلت انا قبل شوي، القانون مع المراه اكثر مع الرجل. يعني احنا ممكن مجرد ادعاء من امراه على شخص ايا كان لحتى يثبت انه هي بتعرفه او ما بتعرفه فعلا، حتى لو كان كيدي، ممكن الشخص يتبهدل. تمام.
القانون كثير بيعالج خلينا نقول كل امرأة وكل صبية حتى لو ماشية بالشارع تعرضت لتحرش ايا كان فهي بتقدر تاخذ حقها 100% طبعا القانون ما ميز انه انت بيحق لك مراجعة القضاء ما بيحق لك مراجعة قضاء رجل بيحق له مراجعة قضاء ما بيحق لك مراجعة اقسام شرطة رجل بيحق له لا هي الموضوع يتعلق بتربية بثقافة ببيئة معينة عم تعيش فيها المرأة عم تخليها خايفة من الحصول على حقها هي بس ساكتة على الحق طيب أستاذ أحمد هلا كثير عم نلاحظ في حالات يمكن من التهديد خاصة مع انتشار السوشيال ميديا والواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي إن كان من صور إن كان من مسجات يعني في تهديد عم يصير للمرأة خلينا نحكي هون المرأة كيف فيها هي تثبت حالها إنها مظلومة بركي حدا أخذ لموبايلها لعب عليها بقصص ثانية خلينا نحكي شو لازم الحالة اللي حكيتيها حضرتك خلينا نناقشها نحن أوكي. امرأة تعرضت لتهديد أوكي. هو انسرق موبايلها انسرق موبايلها أوكي. تمام تعرضت لتهديد التهديد كيف بده يتم اكيد ما راح يجي شخص يهددها بشكل فيس تو فيس صح ولا لا راح يهددها عبر مسجات عبر رسائل موجوده هالمسجات في اثبات لازم القانون نحن هي ممكن تاخذ فيها انه هي اثبات نوع من كان ممكن هي الاساس ساعات انا بطلب انا بشكل اصولي بايام اداره الاتصالات اذا كانت رسائل نصيه مسجات ممكن انا اصور المحادثات اذا كانت عبر الواتساب او برامج ماسنجر انا اصورها وبرفقها مع طلبي هذا بياخذ له حقه ونحن كثير صار في عندنا تطور وتقدم بمكافحه الجريمه الالكترونيه والمعلوماتيه خلال السنوات الاخيره هي يعني فعلا اي شخص عم يثبت تورطه بهالفعل هذا عم يتعاقب عقوبات مهمه جدا لتحصيل المراه حقها ممكن عن طب قد ايه وقت هي بدها تقول هلا بدي اروح اشتكي وبدي اعمل اثباتات وكل العالم رح تعرف وهون بقى ناخذ النتيجه هون هذا الحكي اللي عم تحكيه انا ممكن هلا اذا شخص اخذ مني مبلغ احنا بدنا سرعه اذا حدا اخذ مني مبلغ من المال بدي احصله كمان بدي وقت وبدي اجراءات وبدي محاكمه اذا حدا انا بدي اتزوج بدي وقت وبدي اجراءات وفي عندي ثبوتيات مطلوبه مني وهو نفس الشيء يعني بس لكن انه شيء يكون كن فيكون اكيد ما راح يتم يعني اللي تمروه صارت من قبل المراه بهل حسب الحكي هذا انا بس بدي اروح اقدم معروض واقدم لا طبعا حقك انت بتحصلي بدك تتعب لتوصل لحقك انت ايا كان الشخص هذا انا بدي مارسه بشكل قانوني الاصولي اللي بدي اثبت حتى ما يصير كمان محض دعوى افتراء وكيدي يعني ممكن احيانا تجيني انا احيانا قصص ممكن يكون نساء عم تبتز رجال ممكن تصير هلا الغالبيه لا ما انت متطورين منيح لا لا فعلا انا ممكن احكي لك انا بهددك انت صاحب مركز انت مسؤول انت كذا انه انا كان في محادثات بيني وبينك غير اخلاقيه غير كذا ممكن تصير هي ابتزاز نفس الامر كمان هو لما بده يدعي على المراه بده يثبت هالشيء هذا بموجب رسائل نصيه هون المراه كمان لما حدا عم يبتزها حدا صار في محادثات صار في تبادل فوتوس بينه وبينه بتثبت هالشيء هذا والقانون بكفيل بتحصيل حقه بالشكل الامثل فعلا عم بيعاقب حتى لو بعد كبيرة. وقت طويل لا مو بضروره وقت طويل يعني احنا عملية انا بدي يعني تبدا الاجراءات نحن عنا بعد اسبوع مو وقت طويل لا يعتبر ممكن لنوصل للحكم ممكن يضل وقت يعني اطول بشوي لكن انا مجرد قدمت معروضه للنيابه العامه بحلول لقسم الجرائم الالكترونيه بيصابوا ضغط بيتصلوا فورا بالشخص ممكن يوقفوا على هذا الاسم طبعا ممكن طبعا. وبنسبه 80% بتوقف طبعا الا اذا كان اسم وهمي إذا كان الشخص اسم وهمي هون حتى بدأ إجراءات يعرفوا هذا الشخص الآي بي المقسم اللي عم يتواصل منه حتى يجيبه ممكن يتوقف فورا خلال 10 أيام أستاذ أحمد موضوعنا كتير مهم ولازم نضوي عليه قدر المستطاع صحيح. ولازم يعني الإعلام والدورات دائما يكون في دورات للنساء طبعا أنا كتير حضر الشيء هذا شو إلا وشو عليا أيضا أكيد عم نقول لك شكرا أستاذ أحمد منا دائما القانون السوري يكون في تطور مستمر صحيح. لحتى يكون في إنصاف لكل السيدة بسرعة وسرعة بالأداء أكيد إن شاء الله شكرا لك ميرسي كثير لك